أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقول أولا كل عام وكل رمضان وكل عيد وأنتم بخير وتوفيق وسداد، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا دائما على خير، وأن يبارك جهدنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص فيما نقول وفيما نفعل. شفقنا قبل ذلك أن نبدأ المحاضرة بحديث يشرح في 5 دقائق، وبحكم شرعي أيضا لا يزيد عن 5 دقائق، ثم ندخل في قلب محاضراتنا التي نرتبها على ما يجب ان نسير عليه. اما الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى امرأة ينسفها او دنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أن معنى الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، والمعنى لا يحسب العمل لك لتأخذ ثوابه عند الله إلا إذا كان العمل بنية صالحة. فإن وجدت النية الصالحة للعمل اعتبر العمل صالحا، وصح العمل وقبل عند الله تعالى إذا كانت الشروط الأخرى متوفرة. فمثلا من أراد أن يتوضأ ثنايا الوضوء وأحسنه صح وجوده وأخذ ثوابه، ومن أراد أن يصلي تموى يعني عزم بقلبه على الصلاة ودخل فيها وقد أتم شروطها وأركانها فإن صلاته تصير صحيحة ويأخذ ثوابه. من استوفى شروط الصلاة وأركانها ما عدا النية فقد دخل الصلاة بغير نية، أو دخل الصلاة لا يريد بها وجه الله، إنما دخل الصلاة حتى يرفع عن نفسه عقابا من أبيه، أو أن تبعد المرأة لوم زوجها عنه، أو أن يرضي الناس الذين يلومونه ويعيرونه بترك الصلاة. هذه نية غير صالحة، هي رياء. لذلك تكون الصلاة باطلة غير صحيحة. معنى إنما الأعمال بالنيات يعني
ان قبول الاعمال وصحة الاعمال بالديات. واذا صحت الاعمال وقبلت اخذ عليها الانسان الجزاء الذي رتبه الله على هذا العمل. وانما لكل امرئ ما نوى، يعني يكتب لكل امرئ الشيء الذي نواه حتى ولو لم يفعله احيانا، كما جاء في حديث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان قوما يؤتى بهم يوم القيامة كانوا فقراء لم يستطيعوا ان يزكوا ولا ان يتصدقوا ولا ان يجاهدوا، فيقول الله لهم خذوا هذا الثواب زكاتكم وثواب صدقاتكم وثواب جهادكم تاكلون يا ربنا ماذا اكلنا وما تصدقنا وما جاهدنا، اننا كنا فقراء لم نجد ما نتصدق به ولم نجد ما نجاهد به. فيقول الله له الم تقولوا لو كان معنا مال لتصدقنا ولا جاهدنا في سبيل الله، فيقولون نعم. فيقول الله لهم علمت طبق نيتكم فاعطيتكم ثواب ذلك وان كنتم لم تفعلوا. اذن وانما لكل امرئ جزاء ما نواه لا يشترط ان يكون قد عمل، فقد ياخذ الانسان جزاء ما نوى ولو لم يفعله في جانب الخير وفي جانب الشر. فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني يدخل النار، فما بال المقتول؟ قال انه كان عازما على قتل صاحبه. ما منعه من قتله الا ان صاحبه سبقه، فالمانع خارجي. اما اذا كان المانع نفسيا فقد ياخذ عليه ثوابا، فمن خرج يريد شرا او سوءا او قضاء شهوه الحرام ثم وهو في الطريق او عندما وصل تذكر ربه وخشي لقاءه وخاف حسابه فرجع خوفا من الله، هذا ياخذ ثوابا على رجعته وعلى تركه الذنب، لانه تركه ابتغاء وجه الله تعالى. وفي ذلك احاديث عديده تذكرونها. اذن وانما لكل امرئ ما نوى، الجمله الاولى انما الاعمال بالنيات بينت كيف يصح العمل ويتقبل، او الاساس لصحته وقبوله وهو النيه. الجمله الثانيه تبين ان كل انسان يكافئ حسب نيته، وانما لكل امرئ ما نوى. ثم فصل الحديث، فصل الامر اكثر، فقال فمن كانت هجرته، طب ولم ذكر الهجره ولم يذكر الصلاه او الصيام او الجهاد او الزكاه؟ قالوا لان سبب الحديث ان رجلا احب امرأة تسمى ام قيس وكانت مسلمة
فطلبها ان يتزوجها فقالت لا حتى تدخل الاسلام وتهاجر كما هاجرت انا. حينئذ اتزوجها فدخل في الاسلام وهاجر رغبة في التزوج بالمرأة لا هجرة الى الله ورسوله. ولذلك سمي الرجل مهاجر ام خلف. فرجل مهاجر مرة هاجر عشان مرة يبقى ياخد نيته على قد المرة بالضبط. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني ايه اتفق الشرط والجزاء؟ ما المعنى؟ يعني فمن هاجر يريد وجه الله تعالى ويريد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فله ثواب من هاجر الى الله ورسوله. واما من هاجر لدنيا يصيبها او امرأة ينفحها يعني يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فيأخذ ثواب المرأة التي هاجر اليها. وبما ان المرأة ليس لا تعطي ثوابا ولا حيلة لها في الامر فكأن الحديث يكون له يقع نقبك على سراب وعلى سومة. يعني صمت دهرا ثم اثرت على بصلة. تعرف مثال صام صام اثر على بصلة اهدى تمام اللسان صام اثر على البصلة. يعني حتى ما وجد تمرة او حلوى. يعني صام البداية صعب والنهاية مريرة. هذا الحديث نفهمه ويكفي عشان نلتزم بالخمس دقائق. اما الحكم الشرعي فانه يعتمد باحكام تتصل بالصلاة وضوءا وطهارة ومعرفة بالنجاسات ثم ذكرا للصلاة اركانها ومبطلاتها. كل مرة بنعطي الحكم الا انه بسرعة يبلغ. المرة هذه بنتكلم عن حكم الصلاة. الصلاة ركن من اركان الاسلام. والصلاة اول فريضة فرضت بعد الايمان بالله تعالى. حتى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل جبريل عليه بالوحي نزل عليه بعد ذلك وضرب الارض فندع ماء فعلمه جبريل الوضوء ثم علمه كيف يصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة يصلي ركعتين في اول النهار وركعتين في اخر النهار حتى نزل عليه قوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعد نزول هذه الايات يصلون. بعضهم يصلي نصف الليل والبعض يصلي الثلثين والبعض كان ليطمئن قلبه يصلي الليل كله حتى تورمت اقدامهم وتعبت من الوقوف جسومهم لكنهم خضعوا لربهم وما رجل احد ان يفارق امر الله او ان يتهاون فيه. فلما علم الله ورأى شبتهم وإخلاصهم أنزل في آخر السورة
التخفيف عليهم، وقال علم ان لم تؤتوه، يعني انكم لم تفيقوا ذلك فتاب عليكم. اما المعنى ايه؟ هل تقرأوا ما تيسر من القرآن؟ يعني صلوا ما تيسر لكم، صلوا اي صلاة بالليل، فمن صلى ركعتين يسمى قائم الليل، ومن صلى اربعا يسمى قائم الليل، ومن صلى ستا يسمى كذلك. واكثر ان او اقل ان فصلاة الليل نور لقبرك ونور لوجهك، وهي سابقتك الى الجنة واخذة بيدك في المقصر لتنقذك من عذاب الله يوم القيامة. ثم كانت الصلاة فريضة حتى جاءت ليلة الإسراء وفرضت الصلوات الخمس، فصار قيام الليل سنة وصارت الفريضة هي الصلوات الخمس، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا ترتيب الصلوات في البداية. اذا فالصلاة لاحقة الايمان، جاءت بعده مباشرة الايمان بالله، لان الصلاة هي صلة بالله وارتباط به، فهي تقوي الايمان وتزكيه وتصلو الانسان برده وتعرفه بخالقه وتشعره بعبوديته وتجعل منه الانسان المنصهر في بوتقة الاسلام حقيقة. فان الذي يقول امنت بالله ثم لا يذكر ربه ولا ينطق باسمه ولا يفتح قلبه لحلاوة الايمان وللشعور بجلال الله وعظمته، ما امن ايمانا خالصا او صادقا، ولا يرسم الى ذلك مؤمن صادق. ان المؤمن الصادق لسانه ركب بذكر الله، وقلبه منفرح بمعرفته بالله، وحياته ربانية في طريق الله تعالى. وهنا ندرك كيف رب الاسلام المسلمين الاول وكفاية كده النهارده، عرفنا تصور الصلاة وانها ركن وفرض، عشان نلتزم بالدقائق بتاعتها. اما المحاضرة فالواقع احنا المدخل او الموضوع الذي ندخل اليه في عامنا هذا يعتبر اصعب موضوع علينا، لان الجانب السياسي والجانب المالي جانبان اخذ من العلماء جهدا كبيرا، ثم هما جانبان يمسان حياة كل انسان مسلما كان او غير مسلم. فغير المسلم يريد ان يعرف من الاسلام رأيه ومبادئه في الحسن بين الناس، والمسلم اولى الناس ان يعرف ذلك خصوصا في هذا العصر المتلاطم للامواج بالمبادئ الوافده الكافره وبالاراء المتناقضه وبالسياسات الشرقيه والغربيه والوقت التي لم تصلح شرقيه ولا غربيه، وبالسياسات التي افرزتها عقول زعماء وعقول رؤساء، ان كل منهم انه ما دام قد ركب دبابة واستولى بجنوده على دولة فانه يستطيع ان يستولي على القلوب وعلى العقول، وان الحكم للسيف يكفي في اخداع البشر. حتى ظهر لهؤلاء الزعماء
ان قوة البشر حتى ولو كانت قوة سلبية هي اقوى من جميع الزعماء والحكام والمتغطرسين والمتكبرين، لانهم جميعا سيبيدون بارائهم الفجة الساقطة المتهافتة وسط الشعب، يبحث عن رجل او يبحث عن نفسه حتى يضع يده ورجله على الطريق الصح. اذن في معترك الحياة هذا المعترك المزمن الذي ضيع الشباب وضلل الاصول ووصلت فيه الامة اليوم الى انها فعلا كبارها وصغارها ورجالها ونسائها كل يقول اين الطريق، وهل في الاسلام كفاية او لا كفاية فيه. في هذا الوقت احنا بنبتدي نتكلم عن الجانب السياسي في الاسلام، ولما نتكلم عن الجانب السياسي انا لا اتكلم كعهدي بكل دراسات كما عرفتم، لا اتكلم عن المتأثرين، انما دائما انا اعيش مع الكتاب والسنة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اننا نتكلم في حركة الدعوة الاسلامية، تكلمنا في حركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة وفي انطلاقه في اثناء تربية المسلمين بمكة، ثم في انطلاقه اثناء تربية المسلمين واثناء القيام بالواجبات الاسلامية بالمدينة، تكلمنا عن الجانب الاجتماعي وتكلمنا عن الجانب العسكري في السنتين الماضيتين، وانا لم الان ان نتكلم عن الجانب السياسي، وانا قدمت على الجانب المالي لان الجانب المالي قد يأخذ منا سنة ونصفا، لا يحتاج اقل من 30 محاضرة لوحده ان لم يكن 40، لاننا سنتحسس كل معاملاتنا المالية وكل اوضاعنا الاقتصادية لنتكلم فيها ما استطيع الكلام فيه انا اتكلم، وما لا استطيعه ادعو استاذا من المتخصصين ليتكلم فيما تخصص به ثم اعقب عليه برأي الاسلام في الموضوع. واحنا غصب عنا وضروري في اي موضوع النهاردة انا بتكلم في الجانب السياسي، ضروري من دراسة النظريات السياسية المختلفة دراسة كثافة من بعد علشان نعرضها على الاسلام ونعمل بعض المقارنات واحنا بنسير في الطريق. فلا بد من ان ادرس كتبا اخرى غير الكتب الاسلاميه واتعرف على انواع السياسه الموجوده النهارده، نركزها ونتكلم عنها علشان نعرف اسلامنا وجمال هذا الدين وروعه هذا الدين من خلال دراستنا لسياسه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب جانب السياسي والجانب المالي يمثل حياتنا التي نعيشها، لأن كلمة الجانب السياسي هو ايه؟ هو جانب الحكم في الاسلام، وجانب الحكم في الاسلام احنا كلنا بنعيش فيه، كلنا محكومين، كلنا بنعيش على قوانين وبتحكم اصول عامة تسمى الدساتير، فالدساتير والقوانين التي تحكم حياتنا، حياتنا المالية، حياتنا الاقتصادية، حياتنا الاجتماعية، حياتنا السلمية، حياتنا الحربية، كل هذا نحن مأخذون به ولا نستطيع فكاكا عنه. الواحد بيطلع على سن روح مصلحة أي وزارة بيجب القوانين أمامه مستورة، منها ما يتفق مع الاسلام ومنها ما لا يتفق مع الاسلام، ويأتي المسلم يقول هذا حرام ام حلال، هذا يجوز او لا يجوز. اذا نحن بنعيش في هذا المفترق العميق فلا نناقش
من ان تبارك ذلك. اذا كان العلماء كانوا بيفر من هذا الجانب يمكن لظروف واسباب محليه او سياسيه او امنيه او غيرها فاحنا ما عندنا ما نخافه لاننا ندرس حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاننا نتعرف طريقنا ولان ذلك مفروض علينا بل على الجميع ان ياتي ليسمع راي الاسلام في هذه الجوانب كلها. والعالم ممعون في الارض وفي السماء في الدنيا وفي الاخره اذا لم يبين للناس امور دينهم كلها في جميع جوانب حياته وفي جميع الجوانب الاسلاميه. ومن هنا نبتدي ندرس خطورة دراسة الجانب السياسي. لكن من الذي سموه الجانب السياسي؟ هل هذا التسمية تسمية قديمة ام هي مستحدثة ومبتدعة؟ كلمة الجانب السياسي هي تسمية مستحدثة وتسمية مبتدعة. ليه؟ لان العلماء لما ارادوا ان يقسموا العلوم وتكثف كل علم على سبيل التوضيح والتبيين والتسهيل على الناس وعلى الطلبه اضطروا ان يعملوا هذه التخصصات: علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم السياسه، علم الحرب، علم كذا الى اخره. طيب امال السياسه في اول الاسلام كيف صارت وكيف بدأت؟ او ده الغريب. لا شوف يا اخي، نزلت آية الصلاة ونزلت آية الزكاة ونزلت آية الصيام. نزلت آية الصلاة لتأمرنا بفريضة من فريضة الله، ونزلت آية الزكاة تأمرنا بفريضة من فرائض الله تعالى، ونزلت آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره، لتأمرنا بفريضة فرضها الله علينا. من ضمن الأوامر التي نزلت، نزلت آية التجارة، آية المبايعات، آية الرهن، آية السلم، آيات في كل جانب من جوانب الحياة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأمنوا إيه؟ ألا تكتبوا وليكتب بينكم كاتبا بالعدل، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. حال نسبة الآيات تبين هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأحل الله البيع وحرم الربا. نفس الآيات جت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. مصر. بعدين المسلمين موجودين في المجتمع المدني بنفس الآيات، يبقى آية الدين، آية البيع، آية التجارة، مثل آية الصلاة، آية الصيام، آية الزكاة. نزلت الآية تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. مثل تمام آية كتب عليكم الصيام، وآية خذ من أموالهم صدقة، وآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نزلت الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى نزلة الآية تأمر المسلمين أن يجلدوا الزانية وأن يجلدوا الزاني
ان كان غير مؤتمن. اما ان كان مؤتمن فانهما يرجمان، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون واجمع العلماء على ذلك. لو ان جماعه من اللصوص تسلحوا وقاموا يهددون امن الناس، هؤلاء يعتبروا قطاع طريق ويسمون بغاة فيؤخذون. ان كانوا قتلوا الناس واخذوا اموالهم ناخذهم، يقطع رجل كل واحد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ونصلبه على الصدر ونقتله وناخذ منه الاموال التي اخذها. ان كان قد قطع الشريك وقتل واخذ المال، منين هذا؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى اخره، ان يقطعوا او يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وعدلهم من خلاف الايام او من الارض. يبقى نثبت الايات تبين ماذا نفعل. طيب لما حصل ان نزلت ايه الخمر الرسول عليه الصلاه والسلام امر بقراءتها، لم ينزل من السماء حد للخمر، لكن الرسول امر ان يبين للناس، فهو الذي سن للناس حد شرب الخمر، ان من شرب خمرا وظهر ذلك عليه يجلد 40 أو 80 كما حصل. وقال بالاكد ذلك بعض العلماء وبه بعض الخلفاء ايضا. اذا نزلت الايات في هذه الحدود كما نزلت الايات، تتصل بالحرب وتتصل بالسلام. واما تخافن من قوم الخيانه فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. يعني ايه؟ يعني نحن اذا عدنا الى المدينه نرى ان امامنا رسولا عليه الصلاه والسلام. هذا الرسول اختاره الله لتبليغنا الرسالة. هذا الرسول يعيش معنا بعد ان تجمع من قومه المسلمين، ووجدت الارض الاسلامية، ووجد الشعب المسلم. بعد هذا نزلت الاوامر بتسليم الدين، باكمال دين الله، بكل الفروع المطلوب تنفذها. لما نزلت آية الزكاة وآية الصيام وآية السرقة وآية الزنا وآية التجارة وآية الربا، ما هي الآية التي نأخذها وما هي الآية التي نتركها؟ إذا أخذنا بآية الصلاة وتركنا العمل بآية الزكاة فما اسلمنا اسلاما صحيحا. اذا اخذنا آية الصلاة والزكاة والصيام وتركنا آية البيوع والمداومة والرهن فاسلامنا ناقص ونحن محاسب عليه. اذا اخذنا بآية البيع وتركنا آية الربا فان الله يعاقبنا على ذلك. يعني لما حرم الربا كما حرمه الله، اذا اخذنا بالايات دي ولم ناخذ بايات الحرب والسلام عاقبنا الله. اذا اخذنا بهذه الايات ولم نقطع يد السارق ولم نجلد الزاني عاقبنا الله. اذا اخذنا بايات ولم نبد بشرنا عن النساء ولم نامر المرأة بالحسنة لئلا تخرج كافرة فإننا أمة ناقصة الدين تعاقب بقدر ما يحصل من ذنوب بين الناس بسبب ظهور فاحشة من الفواحش. إذا المسألة إن نحن لم يكن الله لنا هذه الإبادات خذ بالك منها، وهذه الاخلاقيات
اقل من العبادات مثل صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار الى اخره. وهذه حدود واداب او هذه حدود وتأديبات من خارجين على مبادئ الاسلام وعلى المجتمع ما لا تهتم به لم يصل. فالله لم يفصل هذا في جانب الاجتماع وهذا في جانب الاقتصاد وهذا في جانب الحرب وهذا في جانب العبادة وهذا في جانب الاخلاق. لا، لان الله لو فصل ذلك وبين ان هذا اهم من هذا يبدأ العملية بالشكل ده كان حيزين اليوم من يقول اليس الله تعالى قد جعل لشيء اهمية على شيء من هذه الاوامر فنحن ناخذ بالاوامر ونترك المهمة الان. هذا لم يحصل. انما امر الله في كل شيء او في كل موضوع نحن مكلفون بتنفيذه. فان اخذنا ببعض وتركنا بعضا فاننا كبني اسرائيل يؤمنون ببعض كتاب ويكفرون ببعض ولم يعملوا بكل كتابهم. والله لعنهم من اجل ذلك. فالمسألة كثيرة. الاسلام كل لا يتجزا. اما تبعيد الاسلام وتقسيمه وتجزيئه لدرجة اننا نسينا ان هناك عقابا فرعيا للسارق وان هناك عقابا للزاني وان هناك عقابا لشارب الخمر وان هناك عقابا لقاطع الطريق والباغي على المسلمين وان هناك عقابا لكذا وكذا. نسيناه. لماذا؟ لاننا اضعنا حدود الله ولاننا هدرنا اكثر ما في كتاب الله. المبايعات المعاملات المالية كلها تقريبا بعيدة عن الاسلام. الاوضاع الاقتصادية كلها بعيدة عن الاسلام. الاوضاع السياسية كلها بعيدة عن الاسلام. اوضاع الارض كلها بعيدة عن الاسلام. وبعدين جايين في رمضان احتفال بشهر السياسي. هات يا جدع المسجد يلا التقى بظهر اقرا لنا كل المصحف وقيام الليل وخد عنك بتعملوا ايه؟ بنصلي رايحين انت الساعة 12 لغاية الساعة كام؟ لغاية الساعة 3 وخد على ورا بعض كده بتقرا القران ايوه وبتسمعوه. القران ده بتاع مين؟ بتاع الله. لماذا تسمعون وتقرؤون؟ بل قد سيدنا جبريل كان ينزل لم يكن يقرأ القرآن كان يدارسه القرآن يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلو أننا وقفنا وصلينا 100,000 ركعة وبعدين بنطلع بره المسجد خلاص بقى ما احنا صلينا 100,000 الست ما صلتش ولا ركعة كل نهارها ظهر على العصر على مغرب على عيسى كل على بعض كده يعني بتظنهم وتقدمهم لربنا بالجملة مفيش بالمفرق. الكفة الثانية لا بتقدم لا بالجملة ولا بالمفرق. فإذا سألتها قالت وليس أصلي زوجي بيصلي ابني بيصلي كفاية علي ثم بنت كفاية. وكنا بنفكر بالكلمة دي نجاح وجدت ان بعض الستات تعتقد هذا الكلام فعلا ان ما دام الراجل يصلي او الابن يصلي يعني واحد في البيت يبكي عن الباقين. الكلام ده بثلاث الجنازه يا سامي اما بثلاث الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما يبكيش ابدا احد عن احد. بثلاث الجنازه واحد يبكي عن الجميع. فهذا ما بيصير. لكن دي نظر نطلع دولة نظر اللي بيعصر في رمضان ونظر كد الدين
وسد النبي وسد القرآن ونجد الاسم بعيد عن الاسلام والرضا شغال والقنوط تبقى بالنهار وبالليل عشان تعمل قيام الليل برضه في الرضا. اسمعنا الملائكة يعملوا قيام الليل، الملائكة السيافين الاخرى تعمل قيام الليل في الرضا. وخد عندك ايه الحكاية دي احنا فين من هذا التناقض بين المسجد وبين المجتمع او بين الحياة الروحية وبين الحياة المادية. هؤلاء يسمون مسلمين، هذا التناقض قضى على كل شيء عندنا يا سامي. واحنا برضه السبب، وانا قلت لكم كثيرا انكم مسؤولين عن ازادة هذا التناقض يا اخوة. لابد ان تكون الصلاة في المسجد هي القوة الدافعة ليه لتصحيح الاخطاء خارج المسجد، حتى يتحقق قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فاذا كنا لم يتغير شيء عندنا ونجد انفسنا احنا ما تقدمنا وما يعني صلينا وما صلنا انا خلاصه ده عنا في الشيخ صعراوي عظيم وعنا في الشيخ طيبتاب وعنا في الشيخ زكريا ومسكو جبل لبنان وعنا في الشيخ البسيرني. الحقيقه كان الحق مليء بالمشايخ ولا كل واحده اتحسست من شيخ واحد. ليه؟ جايبين المشايخ دي ليه؟ عشان يعملوا بس يعني بنجيب السيوف بس ايوه بس اعلان 30 سيوف في رمضان واوامر كم من مصيبة تستعد جاء رمضان. يعني ايه قياس الصلاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعلم بكم من الدنيا في العبادات والصوم بالصلاه المستقيمه صلاه الذين انت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر سمع الله لمن حمده. انزل اطلع كلمة العشر الراكعة الكفاءة على ربنا بس وكلمة صلاة وتيجي لكن الصبح في يوم متغير. هل ربنا سبحانه وتعالى عادكم هي مكلفنا بقراءة القرآن في رمضان وبالصلاة في رمضان وبالصيام في رمضان؟ خاصة لله، خاصة لله ان الله تعالى منزه من الحدث وما يأمر بشيء الا لحكمة. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون ما فيش ولا حاكم واحد في البلاد المسماه الاسلاميه فكر وقال انا نعاهد ربنا اننا سنمنع الربا الذي نحارب به ربنا. يقول انا نعاهد ربنا اننا سنمنع الاسلام الجنسيه العاريه الكافره التي حطمت اخلاقنا وجرعت السر في بيوتنا والتي خلخلت عقائدنا. لا، ما فيش واحد يقول اننا سنمسك بالمصحف ونعاهد الله على ماده من مواد القران لنفسها في البيع في التجاره في الحرب في السلام في المعاملة الاجتماعية في الحياة الشخصية. لا، امال ايه؟ هات المشايخ يا جدع عليها مشايخ جلاء المشايخ رصاص قوي ده زي تفكروني لما كان واحد يموت ويقوموا فوقها يفرح المسواك الصدور النهارده. الفئة الحنفية معروفين، الاضطرابية معروفين، لأن هو مكان إنه يروح للسلوك بيدوا هذا وهذا ويوزعوا. أما الفئة يعني جماعة القرآن فقط
في بلاد معينة يمكن يتمجد بكثرة هنا بيجمعهم كل من في القرية يجمعهم علشان يقرأوا القرآن على روح المين. وكل واحد بقى يأخذ مضمار مضمارين يأكله يأكلتين وثلاث ايام بالتكلبة وبعدين في الخميس الميت والخميس الثاني لغاية ما يجي يوم الاربعين يبقى الاربعين وبعدين يقوم الاقبال السماوية الشكرين لما يمر على السماء ولما يمر على السماء برضو يجيبهم يأكلوا كذلك يجي يوم الاربعين برضو الجماعة المسائف اللي هي حالات لنفسه فيه ليه حمس بقى البلاد نروح 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 نقوم بالدعوة الإسلامية بالدعوة الإسلامية اللي حنقوم بلم الفلوس إلا هو في إخلاص في ناس مخلصين بدون شك وهم قائلون بالدعوة سواء كان فيه فلوس أو ما فيه فلوس لكن النتيجة العدس الذي تعيش فيه الأم العدس في بأخلاقيات الناس يرجموها العبث بالسياسة والدنيا والسكن عليها العبث بأموال الناس ومصادرتها وتأمينها والسكن عليها العبث بالأعراض وتعرف أرواح ما يحسون بقلوبنا تتنزف والسكن عليها العبث بالدين العبث بكلام الله العبث بكلام رسول الله العبث بالمسير الذي ينتظر الأمة إن الله إذا غضب غضب فزع على هذه الأمة وإذا رضي عنها وكرها وأعزها في الدنيا وفي الآخرة الأمر بيد الله ليس سهل أنا أعبث بأمور ديني أنا أعبث بكلام ربنا سبحان الله وصل الأمر إلى هذا الحد هذه خطيرة لا يستهان بها إذن المسألة بالنسبة للجوانب السياسية والجوانب المالية والاجتماعية في الإسلام هي مسألة لا تقل عن الصوم والصلاة والزكاة والحج ومن فهم غير ذلك فهي لا فهم له ولا دين له والذي يخاف الله إذا أخر الوقت عن موعده ولا يخاف الله وهو يحكم بغير ما أنزل الله فليس بمثله الذي يخاف الله وهو يفطر في رمضان عمدا ولا يخاف الله تعالى وهو يترك الفواحش تظهر بين الناس وتأكل الأكبر واليابس وتحكم أخلاقيات الشباب وتدبغ شهواته وتجعل من شباب الأمة شبه مخنثين يعيشون في الأرض فساد ويظن أن ذلك لا دخل له بالدين فهذا لا إسلام له المسألة لا تحتاج يا إخوة إلى أننا نفرق لأن التفريق ليس لنا من الذي أمرنا بالتفريق أو سمح لنا به أو أجاز لنا أن نفرق بين الصلاة أو بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالقطع وبالصرف وبين الأمر بالزكاة والأمر بجلد الزاني أو رجمه وبين الأمر بالصلاة والأمر بجلد شارب الخمر من الذي فرق احنا هل نحن المسرعين ام الله نرجع لها طيب يوسف من اول حاكم في الاسلام افتكر كلكم تعرفوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء حكم حكم بكتاب الله تعالى طب فإذا لم يكن نص في الكتاب اجتهد والله تعالى أخبرنا أنه يوحي لنبيه إيحاء قلبيا بما يجب أن يكون عليه وبما ينطق به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبقى إذا حتى إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم
من ايده وليس هناك نص قرآن والله سكت على هذا الحكم فانه يعتبر حكم لله تعالى. والله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اذا الرسول ارسل ليطاع وطاعته طاعه لله وبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله وشارع الله. والله قال له انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين حكيما. طيب كلمه الحكم، الحكم دي كمان ليه ذكرت في القران ام لم تذكر؟ لا ذكرت عده مرات. فمنها الايه التي سمعتموها إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومنها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذر أن يسألوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لتسقوا. فالله يقول لنبيه احكم بين المسلمين بما أنزله الله، يعني بالقرآن وبمواده ومبادئه التي أنزلها الله تعالى عليه، واحذر أن تتبع أهواء اليهود أو أهواء النصارى أو أهواء غيرهم فإن لم يستجيبوا ولم يطيعوك فاعلم ان من لم يستجب لله فان الله تعالى يدخر له عذابا اليما في الدنيا والاخره ويدخر له مصائب تنزل عليه في الدنيا قبل الاخره. فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم يعني ان ينزل عليهم مصائب بسبب ذنوبهم. ثم قال وان كثيرا من الناس لفاسقون، يبقى من لم يرضى من لم يعمل بحكم واحد من احكام الله فهو فاسق. هذا مبدا اسلامي لا يتناقش فيه عالمون ولا ينتفخ فيه عالجان، مبدا مقرر. ثم قال اتحكم الجاهليه يبغون، أيطلبون حكم الجاهلية بعد أن أنزل الله النور والقرآن الذي فيه هداية للناس ورحمة؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون؟ من أحسن من الله؟ من أحسن من شرقيا غربيا شيوعيا رأسماليا صهيونيا؟ كيف رضي المسلم الذي انزل الله الكتاب وبين ان كل مادة فيه رحمة وهداية، ونزلنا عليك الكتاب صبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كل مادة فيه رحمة وكل مادة فيها سعادة للأمة، كيف رضي المسلم ان يفرض هذا وراء ظهره وأن يتسول من شرق ومن غرب فيقول هؤلاء أروني أروني قانونكم، ويقول الآخرين أروني قانونكم لماذا؟ لنأخذ منه كما علم أن الأدريان في محتل مصر واستعمرها. جمع العلماء ليعرف كيف يأخذون الأحصان، فقالوا له إننا نأخذها من الكتاب والسنة على طريقة الفقهاء، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وقد دونوا المواد الإسلامية في كتبهم. فالرجل قال لهم
اخرجوني قانونا احكم به. فظنوا انه يريد ان يبعدهم عن الدين وعن الفكر وان يجبرهم على الحكم بغير ما انزل الله، فلم يرضى ان يعطوه شيئا. فالرجل جمع من الهيئة العلمية التي كانت معه ممن كانوا يعرفون اللغة العربية، جمع منهم لجنة كونها وامرها ان تنظر في الفقه في مواد الفقه الاسلامي وان تستخرج منه الاحكام التي فيه لكي يقارنها بالمواد الموجودة في القانون الفرنسي. فلما نظروا فيها وجدوا مواد الجنايات والمواد القانون مواد القانون المدني وجدوها فوق مستوى التفكير البشري وفوق مستوى العدالة البشرية. فالرجل امر ان ينقل ذلك، وخصوصا ما جاء في مذهب الامام مالك، ان ينقل الى القانون الفرنسي وان يعدل القانون الفرنسي على اساس ما اخذ من مذهب الامام مالك. يبقى بدا يخرج من عندنا، ولو كان يفقه كل دينه لاخذوا كل ما فيه. وانا كان يعجبني كلام بعض المتفلسفين الاسلاميين ومنهم الامام محمد عبد، كان يقول حتى ان تثبتنا اوروبا في العمل بالاسلام، انهم لو فهموه كما فهموه لسبقونا اليه ولكانوا اصدق منا في تثبيته. واللي هاجر اللي ذهب الى اوروبا وكاد للسداد المسلم الانجليزي او الالماني او الفرنساوي وراى كيف يحرص على العمل بكل دقه في كل ماده من مواد الاسلام يرى صدق هذه النظريه. اذا نحن عندنا الكتاب وعندنا ما يغنيه، لكن مع الاسف الشديد احنا نريد نحكم بغير ما انزل الله. يعني السؤال لابد ان يقال، انا بعض الاسباب او بعض الامر الى عدة اسباب، لماذا نحكم بغير الاسلام؟ انا سمعت بعض الزعماء وهم يكتبون وخطابهم موجودة ومبينة، وبعض الحسين وهم يكتبون وخطابهم موجودة ومبينة، وبعض الكلمات الرسمية في الإذاعة، وبعض الكلمات الرسمية في افتتاح مجالس أمر. من بين هذه الكلمات كلمات تقول إن ديننا فيه كل ما تحتاجه أمتنا، وهي قمة في العدالة وقمة في زرع الأخوة والمساواة بين البشر، وإن العالم لم يجد مثل الإسلام دستورا وقانونا يحمي حريته ويبسط عليه بسط الإقاء والأمن والعدل. هذا الكلام فيه. إذا لماذا لا نعمل؟ الجواب باختصار، أولا إما لأن الذين يحكمون محكومون بأيدي أخرى، سواء كان أيدي داخلية أو خارجية، وإما لأن الذين يحكمون لم يفهموا الإسلام فهما كافيا، وإما لأنهم مستوردون من خارج أو تلامذة من اهل من خارج، تلامذة للصهيونية، تلامذة للصيوعية، تلامذة للاستعمار، تلامذة للصليبية، واما لانهم جاروا الصعب على ما هو عليه ولم يجدوا ناصعا لهم، مع ان فيهم خيرا ولو يدهوا واخذوا اخذا سليما لعملوا بالاسلام. في ناس تستكمل فعلا.
تسريبا الاسباب، اما الجهل واما الضغط واما التلمذة، اما جانب الاسلام واما في ضغط داخلي او خارجي، واما بين تلامذة اعداء الاسلام، واما الرابعة انهم نيتهم طيبة وروحهم طيبة لكن لم يجد الجو المناسب الذي يدفعهم الى العمل في الاسلام، لم يجدوا. ونسأل الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى. شوف يا اخي، خلاصة ما نريده اليوم علشان نكون مستعدين، وبعتبر المحاضرة دي اعداد للاذهان علشان لما ندخل في الجد نكون جاهزين كلنا. وارجو ان الذين جاءوا متاخرين اليوم، انا عارف انهم جايين بقى بعد رمضان ولسه سكرانين وكسرانين، فلسه ما انحرجناش ودخلنا بالجد، فارجو انهم المره الجايه يجوا مبكرين علشان لما نبتدي وندخل زي ما بنقول في المواد الجسم من اول كلامنا، ما جوش واحد يقول يلا ايه اللي فاتني وايه اللي ما فاتني. اذا بنلخص موضوعنا اليوم في الاخر، اولا الجانب السياسي في الاسلام هذا التفصيل تفصيل محدد، لكن لا بأس به لأن العلماء أرادوا بهذه التقسيمات تسهيلا لعرض العلوم على الناس، زي ما بنقول علم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم النفس وعلم الاجتماع إلى آخره، فالإسلام لم يمنع من ذلك. ثانيا الجانب السياسي هو جانب مفروض الاخذ به في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فرضت الصلاه والصيام والزكاه والحج. ثالثا اول حاكم في الاسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا الامر بالحكم بالقران مذكور في كتاب الله تعالى امرا مثل قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله، و تبسيطا وتوبيخا على البعد عن الحكم بما انزل الله مثل قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون فمن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، و توبيخا ايضا على البعد عن الكتاب والسنة في طلب الحكم بما انزل الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني انظر يا محمد الى الذين قالوا اننا مؤمنون، انظر اليهم عند الحكم لا ياخذون الحكم من الكتاب ولا ياخذون الحكم منك يعني من السنه، انما ياخذون الحكم من الطاغوت يعني من الشيطان. فقال العلماء كل حكم لا يؤخذ من الكتاب والسنه وما يتبعهما فهو حكم الشيطان. كيف ده حضرتك في البيت انت وكتبت اختلفتما، ما اول معركه بتحصل بين الرجل ومراته على طول، لان ده اول اتحاد في الدنيا وجه بين الرجل وجثه، يبقى اول اتحاد في بين الرجل والمراه، واول خناقه جدت الرجل والمراه برضه، اول اتحاد بين ادم وحواء، واول ضرب خناقه كانت بين ادم وحواء. فلو انك اختلفت مع زوجتك فقالت لك اسمع انا ما ابي هذا الكلام، انا ابي الشرع، فقلت لا انا لا اريد الشرع،
يبقى كافر على طول في اجماع المسلمين. انا لا اريد الشرع كفر. اذا هي تحتسب الى الكتاب الى دين الله وانت تعبى هذا الاحتساب. وكنت تقول له يا ستي انا برضو رابد الشرع لكن لا استطيع ان انا امسجه، انا مكسر، انا مضبط في الشغلات، احتمليني ده. هذا يبقى السلام مفيش كفر. لكن من قال لا ارضى الشرع فقد كفر. اي انسان انت بتتخانق برضو مع اخيك قال لك الحكم الذي بيننا وبينك دين الله، ان رضيت انت مصر وان لم ترضى فليس كذلك. معاملاتك المالية يعني ليش كلمه وان يحكم بينهم بما انزل الله او يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ما تخصك الا عند الحاكم الكبير. لا يا سامح، مش كل راعي مسؤول عن رعيته او انت في بيتك حاكم، وانت في العمل في الوظيفه تعتبر حاكم، وانت في الاداره مدير حاكم، وحضرتك مدير مدرسه حاكم، حضرتك مفتش تربيه حاكم، مفتش صحه، مفتش كذا، تعتبر حاكم لانه تحت ايدك مسؤوليه. فعليك ان تعمل باوامر الله. فان كنت لا ارضاها يبقى كفر، ان كنت ارضاها وانا مكفر يبقى ذنب يا فسق. موصول امرك الى الله، ان شاء غفر الله لك وان شاء عذبك. لكن الناس على الايمان بيكون افرقوا الجنه فكل الذنوب غير ذنب الكفر والعياذ بالله تعالى. يبقى نعرف هذا. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. الست قالت لك احنا عايزين نحتكم للشرع او اخوك، قلت لها لا تعالوا بقى نحتكم للتلفزيون، نبعت لهم سؤال ونشوفوا يجاوبوا فيه. الجماعه دول تحل مشكلات الناس بطريقه خاصه. هيحلوها ازاي؟ هيجيبوا مثلا يجي الست عرايس ويطلبوا الحزب النسائي علشان يحضره، يقوم الراجل اكرمه الله يقول بشرطين الاختلاط وتكون الملابس شرعيه. شرطين دول مفيش اختلاط والنساء تجد ملابس شرعيه. يقوم له نو 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 بعد ما يمشي الست عرايس يروح يجيب امه كبيره جدا وتجلس امامها واحده ست نص اتجاهها عاريه عارية في التلفزيون، وكلمة التلفزيون قاصدة توصف الأشعة على الأمة وتسيب الأمة على أستاذ الست. ومن الفخذ للأمة لأنها بتقول انظروا هذا التناقض بين إمامة سيف وفخذ زي امرأة، كأنها بتقول كده. وبعدين اتفضل يا سيدنا الشيخ حتى كل اللي قال الست عرايس وكل اللي قال حسن ايوب وكل اللي قال حسن سنين وكل اللي قاله المشايخ حكموا ليه؟ طيب قال احنا بقى ضروري نبقى مشايخ مدرن ونبقى مشايخ عصريين. قال بقى عن الشيخ ابو ذر علم لنا كل حاجه بقى ما بين كلام من عمك الشيخ ابو ذر عمال ينتحر وتعبان ده مرضه سببه الزعيق والاعصاب اللي بتنتظر وهو بيتكلم وبيحكم وينفعل مع الكلمه. بقى المساله تيجي بالتفويضه ان ابني بياخد سنين وان بيهدم كانت جلسه واحده. وبعدين يعتبر بيت الاسره تبقى دي اول حاجه واحاديث طول رمضان ادي ثاني حاجه وبعدين حفيظ استاذيه في الجامعه يقول المواقف بينحرف بتنزل المناسب ترد ولما واحد بيقول ربي الله وانا سابق معه بالمناسب حول بتلف ما بترد يعني تبعد عنه وتلف حواليه تقول له نحن هنا ولست منا. طب لكن المسلم بيركلها يركلها برجليه ويثقل عليها بكل عزه. اللي بيقول ربي الله
ما تبخلت عليه مرة اللي بيقول ربي الله لا يهدمه لا تهدمه رسوة ولا يبخلت عليهم التاتون عار عيد الله اللي عايزه وبعدين يتيجي الدقن لا يبدأني بالعادة مين اللي قصه انا استسلتوه استسلتوه اللي كلهم جلعان فتوته اللي قالهم ان الربا في البنوك حرام ان الربا في صندوق التوفير حلال وهو ده اللي موجود في الفتوى هو كان من البنوك رباها حرام اما صندوق التوفير قال الربا فيها حلال حاجه تجنن طب ايه الفرق بين الاثنين ما هو ده ربا وده ربا هذا بحث امر وهذا بحث زينب اسمين زينب قالوا قال لا بحث عقل وعمت مني عمر خمسور قال لا بحث عمر واحد في الحكاية ما هو 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 لم يكن لكن شوف الاسلوب اللي احنا بنتورط فيه فنسأل الله ان يهدينا الساعة السبيل وان يوفقنا لما قد يرضاه وأن نتحكم على التاريخ إلى لقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على وهم المتردرين في